هذا. يعني هسه نبدي بالاديشن مال اديشن اوف كاربانيونز اللي هو الدول كوندنسيشن، هاي الميكانيكيه داخله. احنا دا نفاعل under the influence of or two molecules of aldehyde or ketone، اثنين يتفاعلون بهاي الطريقه which may combine to form beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone، هي كمركب وسطي وليس final product. هذا التفاعل يسموه الدول كوندنسيشن. يعني احنا المفروض نخلي هنا قوس كبير، بس خلي اشوف اكو هنا اقواس كبيره. زين، هذا هو مركب وسطي المفروض نخليه بين قوسين، ما نخليه هيك، لان هو هذا مو فاينل برودكت. اوكي زين، زين، هذا بيتا هيدروكسي كربونيك كومباوند. هذا بيتا هيدروكسي كربونيك كومباوند جاي من مورين من الالديهايد. بهاي الحالة أنا طبعا ما راح أجيب لكم هاي المركبات، راح أجيب لكم مماثلة لها أيا كان الألديهايد أو الكيتون، بس أنت المهم تفهم الميكانيكية حتى تقدر شنو تسوي مثيل لها. أنا شو عندي هنا؟ عندي محيط قاعدي أو اتش. زين، فهاي النيوكليوفيل من يهاجم على هاي الأسيد كبروتون يقتنصها حتى يكون لي جزيئة مي. المزدوج الالكتروني مال الاثره او الكثافه الالكترونيه راح تصير على سي اتش 2 الفاظ السي اتش 2 تصير هنا بشحنه سالبه. زين، انا عندي ريزونانس بين تركيبين اللي هو هذا وهذا، اثنيناتهم عندها زياده بالكثافه الالكترونيه فما حد يريدها، واحد يدفعها على الاخ. هذه الكثافه الالكترونيه تجي الشحنه السالبه او الكثافه الالكترونيه الزايده تصير بين الكربون كربون، وبالنتيجة هاي الدبل بوند تنفتح وتصير الأو تنشحن بشحنة ماينس. الدور ترجع هاي الأو تصير هنا تصير دبل بوند بين الكربون والأكسجين، وهاي الدبل بوند تصير على السي اتش 2 ماينس. هذا ريزونانس ستابلايز اينوليت. زين، بالنتيجة أنا راح يتكون عندي نيوكليوفيل جديد، بالنتيجة راح يتكون عندي نيوكليوفيل جديد اللي هو هذا نتيجة مهاجمة هذا ال OH ماينس. CH2 ماينس راح تهاجم على الكربوني كومباوند باعتبارها بارشيالي بوزيتيف، صح؟ وهذه الكثافة الالكترونية تنفتح من هنا، فاللي صار عندي هو O ماينس، وارتبطت هاي الكربون بالكربون، تكونت عندي أسرة جديدة كربون كربون بوند. منين جاية؟ من ارتباط CH2 بالكربوني، هي CH2 بالكربوني. أنا عندي مي أصلا موجود as by product، فأخذ ال O minus أخذ الأسيدك بروتون من المي وخلف لي OH minus again اللي هو basically هو كان موجود بالتفاعل ككاتاليست، دخل وطلع بنفس الطريقة، لأن يعني مثل ما نعرف إحنا الكاتاليست يدخل ويخرج بدون ما يأثر، بس مجرد إنه يحفز التفاعل. شلون يحفز التفاعل؟ عن طريق دخوله بالميكانيكية، هو انفولفد بالميكانيكية لكن ما يشترك بالبرودكت. الحاصل فالO ماينس أخذ الH من المي، بالنتيجة صار عندي ألفا بيتا هيدروكسي ألديهايد، ألفا بيتا هيدروكسي ألديهايد. هذا البرودكت هو أيضا ما مستقر، راح ليش ما مستقر؟ لأن أنا عندي ألفا هيدروجين مجاور إلها بيتا هيدروكسي، هذول اثنيناتهم يطرحون جزيئة مي بسهولة، تنطرح من عندهم جزيئة مي، فالنتيجة راح يكون ألفا بيتا هيدروكسي ألديهايد ناقص جزيئة مي، راح يصير عندي الكين. هذا هو الكونجوجيتد برودكت، لأنه دبل بوند سنجل بوند دبل بوند سنجل بوند وهكذا، هذا يسموه كونجوجيتد برود برودكت. الفا بيتا انساتوريتد الديهايد، الفا بيتا انساتوريتد كيتون، المهم هو الفا بيتا انساتوريتد كربونيل.
إذا بدينا بألديهايد فطرفي يصير عندي ألديهايد، وإذا بدينا بكيتون مثل هذا فراح يصير عندي موجود كيتون. زين، يعني خلاصة التفاعل، خلاصة الكلام، إنه مولين من الألديهايد الدول كوندنسيشن راح يتكون لي هذا المركب الوسطي اللي هو هذا المركب الوسطي. زين، هذا المركب الوسطي ناقص زي اسمي راح ينطيني هذا الكين. زين، مثلا انا عندي اسيتوفينون، اسيتوفينون بنفس الميكانيكية، اذا اقول لك ارسم لي اياها فانت قادر انه ترسم لي اياها، انه الاو اتش ماينس راح يهاجم على السي اتش 3، فراح يصير عندي سي اتش 3 ماينس، قصدي سي اتش 2 ماينس، هاي سي اتش 2 ماينس وياتها اللي هنا راح تهاجم على الكربونيل كومباوند. زين، راح يصير عندي او اتش من هنا او اتش من هنا، هي ملونه باللون الاحمر. فهذا المركب الوسطي، يعني ترسموا لي نفس الميكانيكيه بالسلايد السابق، هذا المركب الوسطي راح يفقد جزيئه مي، راح يكون لي من هنا دبل بوند. زين، فهذا هو هذا هو الفاينل برودكت، هذا هو الفاينل دكتورة برودكت. نعم، دكتورة ال OH تاخذ يا H، يعني هي عدا من طرفين H. أي وحدة من عندهم، يا هاي الحمراء يا هاي السوداء، المهم لا تاخذ ال H الألفا. اقصد ال C اليمنى اللي هو ال C على اليسرى. الألفا تاخذ مات الألفا المجاورة للكربونيل. يعني تكون مو دكتورة بالمثال اللي اعطيتينا اياه المنحضر من البروبانال كانت الالفا بعيدة عن الكربونيل مو بصفها، يعني صارت هي البيتا. شلون يصير؟ معقولة؟ اي دكتور اي دكتور، لان هو 3 بروبانال اي الالفا كانت ما اقدر اخذ من عندها لانه السي ام الاو اتش بعيده عن الالفا لان بيناتهم ذره سي. دقيقة دقيقة، قصده بالواجب دكتورة أعتقد هيك شيء، هذا أعتقد هذا الدكتورة هذا إيه هو ايش بيه؟ الدكتورة ذرة الـ OH ما راح تنتج جزيئة الـ H، هاي ذرة الـ H صارت بيتا مو ألفا لأنه دقيقة، المجاورة خلي للألفا. بس اخذ السلايد هذا لأنه التعديل صار على ذا، يلا مو مشكلة، عود بعدين اعدل على هذا، هسه مو مشكلة. شنو عيني ايش بيه هذا؟ دكتورة انه الـ OH ما قدرت تاخذ من الالفا لانه بينها وبين الالفا اكو ذرة تي اتش 2، فتصير هي تاخذ الـ H من عندها صارت بيتا. هسه ارسم لكم اياها للميكانيكية واشوف، تمام دكتورة، وادز لكم اياها، تمام دكتورة، شكرا. ادزها للممثل، اكتبها بخط ايدي وارسمها ادزها للممثل هو يدز لكم دكتورة هو اياها. أنا حليته وجاهز من إذا تريدين أنزل على الكلاس، بس هنا أنا شفت المشكلة إنه لازم تاخذ من البيتا مو من الألفا. ما ادري عبد الملك، خل اشوف. تمام دكتورة، على زين، هذا بالنسبة لهذا ال بالنسبة لهذا الموضوع. هذا ليش ما يفتح أكثر من سلايد؟ ماذا أفتهم؟ عفوا دكتورة بخصوص الواجب ما اعتقد بإشكال، يمكن والله ما ادري ما فهمت لك، لكن حليته ما لقيت نصه مثل اللي شرحتيه بالمحاضرة الحضورية.
زين، هسه نجي على بعد شنو؟ نجي على نكمل موضوع تسمية الأمينات. تسمية الأمينات راح نعتمد الـ IUPAC name اللي هي راح ناخذ السلسلة الأطول. هنا أنا أكو بال يعني هذه الوردية هي الـ IUPAC وليس الزرقة. الوردية هي الـ IUPAC. مثلا أنا عندي هذا بيوتامين على اعتبار انه هو بيوتيل امين، هذا المركب اسمه 2-ميثيل-2 بروبامين على اعتبار انه هو 1-2-3، هاي السلسلة الاطول، هو بروبيل امين بس برقم 2 عندي 2-ميثيل-2 بروبامين، يعني بموقع 2 ده يصير عندي الامين. ناخذ هاي السلسلة الاطول او هاي السلسلة الاطول نفس الشيء. زين، سلسلة الكربون الأطول بموقع 2 عندي 2-ميثيل-2 أمين، فأسميه 2-ميثيل-2 بروبامين. هذا اسمه N ميثيل بروبامين على اعتبار أنه السلسلة الأطول هي 1-2-3، هي بروبل أمين، وبموقع N ميثيل بروبامين. هذا المركب اسمه ان ان داي ميثيل اثيل امين على اعتبار انه اثيل امين، هي السلسله الاطول وبموقع ان ان. ليش اكررها ان ان؟ حتى افهم المقابل انه اكو 2 مجموعات مثل، يعني ما اكتب ان داي ميثيل وانما اكتب ان ان داي ميثيل اثيل امين. بالنسبه للاروماتيك، هاي البنزين رينج وبيها ان اتش 2 هي انيلين. بالنسبة لهذا المركب هو N مثل أنيلين على اعتبار أنه هو NH3 بنزين رينج هو أنيلين، فمكان N هو أكو شنو؟ أكو N مثل NN داي مثل أنيلين، يعني هو أنيلين بنزين رينج NH2 هي أنيلين، فNN داي مثل أنيلين. هاي بالنسبة للتسمية. بالنسبة للتفاعلات مالت الامين، قلت لكم راح اختصر لكم اياها كلش، راح اختصرها، ما راح احكي كل شيء موجود ولا راح ادخلكم بالسكندري او الاروماتيك، راح ناخذ فقط البرايمري لان هي كلش هوايه. عندنا 6 تفاعلات رئيسيه اللي هي سولت فورميشن رياكشن وذ الكيل هالايد، رياكشن وذ اسيد كلورايد، رياكشن وذ نيتروس اسيد، رياكشن وذ بنزين سلفونيل كلورايد، وكاربيل امينز رياكشن. لو نجي على التفاعل الاول اللي هو تكوين ملح، فالامينات البرايمري تتفاعل، هي مواد قاعديه مثل ما قلنا، الامينات هي مواد قاعديه، وعرفنا ليش انه هي قاعديه، لانه بيها مزدوج الكتروني، فتتفاعل ويا المينرال اسيد اللي هو HCl فور اكزامبل حتى تكون امونيوم سولت. مثلا هذا R اللي هو اثيل امين، R NH2 ويا ال HCl راح يكون لي R NH3Cl اللي هو اثيل امونيوم كلورايد. واضح يعني طلاب؟ النوع الثاني من التفاعل اللي هو reaction with alkyl halide. اذا شفت خلصت هاي التفاعلات الستة اليوم بسرعة، يجوز ادخلكم بتفاصيل اخرى، يجوز aromaticity انطيكم. زين، تفاعل with alkyl halide primary amines can be obtained by reaction of nitrile with nickel or platinum. مثل ما قلنا هذا الكلام طبعا ما ينطبق هنا، هذا الكلام انه تحضير الاميات يؤخذ من النترايل ما له علاقة. البرايمري امين تتفاعل مع الكيل هالايد الار اكس، ار اكس راح يكون لي سكندري امين،
والسكندري امين يتفاعل مع هاليد الالكيل ينطيني تيرشري امين، والتيرشري امين ايضا مع هاليد الالكيل يعطيني كواترنري امونيوم سولت. ما لكم علاقه بهذا الكلام. طبعا البرايمري امين اقدر احصله من الريدكشن اوف نترايل، واحنا حكينا ذاك السلايد مال السنثسيز اوف امين. زين الريدكشن مال نترايل يضيفني سي اتش 2 على السي ويضيف لي اتش 2 على الان من قلنا مولين. تمام زين، بينما هنا برايمري امين يتفاعل مع هاليد الالكيل ينطيني سكندري اللي هو هذا من الطرفين عندي ار، والسكندري يتفاعل مع هاليد الالكيل ينطيني 3R R بR. طبعا هاي الR جاي من هاليد الالكيل، هاي المثل جاية من هاليد الالكيل، والR الأصلية اللي هي أثل أمين هياتها بعدها موجودة، وراح أفاعله بعد ويا RX راح يضيف لي ثلاث مجاميع R plus Cl مانيوم Cl minus quaternary ammonium salt. تفاعله ويا الأسيد كلورايد، البرايمري أمين يتفاعل ويا الأسيد كلورايد حتى يكوني unsubstituted amide. البرايمري أمين يتفاعل مع الأسيد كلورايد يعطيني أمايد، الأمايد هو عبارة عن كاربونيل بصفة مجموعة NH، هذا هو يسموه أمايد. فهذا الأثيل أمين هياته هاي مجموعة الأثيل أمين تفاعلت مع الأسيد كلورايد ناقصا جزيئة HCl اللي هي تبع الحمراء، هاي ال H وهاي ال Cl راح ينطيني هذا الأمايد. هاي المثل جروب جاية من الأسيتيل كلورايد اللي هذه CH3. أوكي، فأيا كان الأسيد كلورايد مثلا إذا كان أثل فراح تقعد هنا عندي مجموعة أثل، إذا كان عندي بروبل كلورايد أسيد كلورايد راح يصير عندي هنا مجموعة بروبل، وأحافظ على الأثل مالتي اللي جاي من البرايمري امين او واتفر امين. برايمري امين زائدا اسيد كلورايد، هذا اليمين واليسار هي الار جروب اللي جايه من تفاعل المادتين. تفاعل رقم 4 هو التفاعل ويا النيتروس اسيد اللي هو HNO2. زين برومين مثلا اني عندي هذا هو البروبل أمين، اثنين بروبل أمين يتفاعل مع النيتروس ينطيني دايزونيوم سولت، هذا السولت يعاني من هيدروليسز حتى يكون لي كحول. هذا الدايزونيوم سولت، اكو صوت طلاب دا اسمع صوت، اغلقوا المايكات. هذا الدايزونيوم سولت بوجود المي راح ينطيني كحول. اوكي، بدل ال NH2 راح ينطيني كحول، فبالنتيجه الكحول راح يكون ثانوي لانه مجموعه ال NH2 هي كانت بالموقع رقم 2 من البروبل. اوكي زين، اذا كان بروبل امين فراح ينطيني كحول برايمري اعتيادي. تمام زين، بينما هذا سنين بروبل امين. زين التفاعل مع البنزين سلفونيل كلورايد، برايمري امين تتفاعل مع البنزين سلفونيل كلورايد حتى تعطيني ان الكيل بنزين سلفوناميد، هذا برايمري امين ار ان اتش 2 زائدا هذا بنزين سلفونيل كلورايد. ايش راح البنزين سلفونيل كلورايد، بنزين سلفونيل جروب راح تصير هنا، وال NH بالR مالتها نفسها، فالناتج راح ينطيني N isopropyl بنزين سلفونيل بنزين سلفوناميد، N isopropyl بنزين سلفوناميد. اوكي دكتوره، اذا التسميات حفظ؟ لا مو حفظ، راح اقول لك حضر لي هذا المركب مثلا من الامين الفلاني، انا طبعا اغير لكم بالار جروب بس انطيكم الامين كونه برايمري امين، والار جروب هي طبعا اللي راح تختلف، فنفس الار جروب تنزلوها هنا بمجرد انه تربط الامين بالسلفون بنزين جروب. اوكي
تمام دكتور. تمام دكتور. زين، التفاعل السادس والأخير اللي هو تفاعل الأمين مع الكلوروفورم بوجود المحيط القاعدي، بوجود الكي او اتش، حتى شو ينطيني؟ ايزو سيانايد، مو سيانايد، مو سي ان، وانما ان تربل بوند سي، فيسموه ايزو سيانايد. مثلا اني مثل امين يتفاعل مع الكلوروفورم اللي هو سي اتش سي ال 3 بوجود القاعده، هاي المثل جروب هي نزلت مال المثل امين، والان تربل بوند سي. زين، مثل ايزو سيانايد كومباوند. اوكي طلاب، الحقيقه هي تفاعلاتها اكثر واعمق و بس يعني ما راح ادوهم بها اذا انطيكم اياها كليتها، فاني فضلت انه اختصر لكم اياها بهاي الطريقه. بعد انتو كيفكم تحبون المحاضره الاخيره يوم الثلاثاء انطيكم بعد اكثر تفاعلات، لو نكتفي بهذا دكتور القدر. يا ريت، يا مثلا خاف اكو واحد عنده سؤال، يعني تكون محاضرة للأسئلة، يعني هيك شيء على كيفكم، براحتكم، مو شوف افضل دكتورة. بكيفكم تريدون نحل هذا الهومورك اللي حليناه مال البروبانول، نحله سوا. اللي عنده دكتورة سؤال حليناه، بس عندي سؤال دكتورة، هو مو مثلا هو 3 ذرات سي بروبان، تمام، والذرة الأولى هي بيها دبل بوند او، تمام. زين انت شلون يعني انت تصير السحب الاتش من الذرة الأخيرة اللي هي سي اتش 3 تصير سي اتش 2 عمود، تصير بيها شحنة مو؟ لو الا اللي بصفها، هي الا اللي بصفها من الالفا، الا من الذرة اللي بصف الذرة اللي تحت الدبل بوند، تمام؟ اي تمام تمام لعد عبد الملك، هو هذا الاشكال كان عنده، بس هو ممكن ما كان. هسه اني راح اسوي لكم اياها تمام، والميكانيكيه، واخذ لكم صوره للبرودكت ونتناقش. هو حل مركب ما راح يطلع هو هذا، تمام؟ ما راح يطلع. هو ما كان هذا سؤالي، فانت عبد الملك هو سبقني فما ما دكتوره ماشي يعني ماشي. الدكتورة إذا حل الارتباط من ألفا راح يصير عندي فرع. إي صح، راح يصير برانشينج، تمام. إي فأنا خليته بآخر شيء فصار بيتا وبناء أنت صنعت صحيح. أنت صحيح، أنا راح أحل لكم إياها وأدز لكم إياها، راح يصير عندي برانشينج، تمام. إذا أخذ إذا كان السحب من الألفا، تمام دكتورة. أدزها الممثل المرحلة ونتناقش بيها إن شاء الله يوم الثلاثاء. اوكي زين دكتور اكو رابط حضور شيء رابط حضور، يلا.